لعمان ولكم مشاهدينا الأحبة، ونحن نتواصل معكم بكل سعادة ومحبة في قهوة الصباح، وننتقل بكم مباشرة إلى الزميل أنور بن زاهر الغريبي للحديث أكثر عن توزيع حراثات يدوية على مزارعي محافظة البريمي. أهلا وسهلا بك زاهر، وصباح الخير معنا في برنامج قهوة الصباح. اهلا وسهلا حواء، واهلا وحوراء عفوا، واهلا وسهلا بايضا مشاهدينا الكرام اينما كانوا يتابعون برنامج قهوه الصباح. نطل عليكم من جديد من محافظه البريمي هذا اليوم من احدى مزارع ولايه محضه للحديث عن المشروع، مشروع دعم المزارع العماني المتمثل هذه المره في توزيع الحراثات اليدويه. تفاصيل هذا المشروع مع ضيفنا الفاضل محمد بن سالم الكعبي رئيس مركز التنميه الزراعيه بولايه محضه. محمد اهلا وسهلا بك معنا في برنامج قهوه الصباح. مرحبا اخي انوار، ومرحبا بالاخوه المشاهدين تابعينا. حياك الله. مرحبا اخ محمد، دعنا بدايه ايضا نعرف المشاهد عن اوجه الدعم التي تقدمها المديريه العامه للثروه الزراعيه وموارد المياه بمحافظه البريمي عموما للمزارعين. نعم اخي انوار، تختلف الخدمات او الخدمات او البرامج الدعم التي تقدمها الوزاره بشكل عام متمثله في المديريه العامه للثروه الزراعيه بمحافظه البريمي بحسب المجال، بحسب المجال اللي هو في مجال القطاع. عندنا نحن مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالاضافه الى العسل وشق العسل. في مجال القطاع الزراعي لو تكلمنا عن الخدمات التي تقدمها الوزاره متمثله في المديريه، بنجد في قطاع طبعا دعم الشتلات، شتلات الفاكهه بشكل عام، المانجو والليمون والتين والعنب واخره وخلافه. عندنا ايضا فسائل النخيل التقليديه النسيجيه بشكل عام. هذا عندنا ايضا في مجال التقانات الحديثه تقدم الوزاره دعم بالنسبه للبيوت المحميه، بالنسبة للمظلات الخضر تقدم، بالنسبة للغرف تجفيف التمور، بالنسبة للنحل تقدم الوزارة خلايا النحل للمزارعين ومربين النحل، بالنسبة للثروة الحيوانية تقدم الحظائر المدعومة، طبعا حظائر للثروة الحيوانية اللي هي تحسين إيواء الحيوان. هذه أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية أو الوزارة متمثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية بمحافظة البريمي. وهذا أكيد بحد ذاته يعني هذا أوجه الدعم المقدم لهم تعد أيضا حافز كبير للمزارع العماني خصوصا للتقدم أكثر في هذا المجال. أكيد. نعم، الآن دعنا ندخل في هذا المشروع، مشروع توزيع الحراثات اليدوية للمزارعين العمانيين، والهدف منه من هذا المشروع. طبعا اخي انوار، وان يعني نسيت ان اذكر هذا الموضوع، موضوع الميكنه الزراعيه من اهم المواضيع ايضا التي تقدمه الوزاره للمزارعين. وهذا الموضوع حقيقه فيه مشروع خاص اللي هو نشر تقنيه نشر الحراثات اليدويه، نشر الحراثات او الميكنه الزراعيه بشكل عام. طبعا الميكنه الزراعيه على مستوى السلطنه، على مستوى السلطنه، نعم هذا المشروع على مستوى السلطنه. وبحسب ما اذكر يعني تقدر اعداد الحراثات التي تم توزيعها على المزارعين بمختلف انواعها، سواء كانت الحراثات اللي هي الكبيره او المتوسطه او الصغيره من فئات ال 20 حصان واعلى الى 100 حصان، والحراثات اليدويه بقدرات من 2 حصان الى 9 حصان تقدر في حدود 5000 الى هذه السنه. طبعا الهدف من هذه الحراثه او الهدف من هذه التقنيه الميكنه الزراعيه بشكل عام، الميكنه الزراعيه مهمه جدا بالنسبه للقطاع الزراعي، لكن القطاع الزراعي حين في كل مكان لا يخلو من وجود الميكنه الزراعيه. ليش؟ الميكنه الزراعيه تسهل من مهام المزرعه، من المهام الاساسيه في المزرعه، يعني ترفع من الطاقه الانتاجيه كما ونوعا، تقلل من التكاليف اللي المزارع يبذلها بتقليل الوقت، وايضا تقليل الوقت والجهد، اضافه الى اشياء اخرى ايضا تضيفها الميكنه الزراعيه بشكل عام. فالوزاره اولت اهتمام بهذا الموضوع ونشرت الحراثات بشكل كبير كما اسلفت بهذا العدد، وطبعا ركزت بشكل اكبر على الحراثات اليدويه. ليش؟ لان عندنا نحن اساسا كثير من المناطق جبليه وحيازات صغيره، معظم الحيازات الموجوده في السلطنه من 8 أفدنة فاقل، فبالتالي الحراثه اليدويه اللي هي بالقدرات المختلفه من 2 حصان الى 9 حصان هي الامثل والاجدر بالنسبه لمثل هذه الحيازات.
عندنا نحن هنا في ولايه محضه قد تكون كل يعني لا ابالغ ان قلت معظم المزارع الموجوده في ولايه محضه عندها حراثات يدويه تستخدم لهذا. نعم، اذا الفاضل محمد بن سالم الكعبي رئيس مركز التنميه الزراعيه بولايه محضه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا الحديث عن مشروع توزيع الحركات اليدويه للمزارعين في محافظه البريمه، شكرا جزيلا لك. شكرا اخي انور. نعم، اذا مشاهدينا لا شك بان يعني هذا المشروع يعد احد اوجه الدعم المقدم للمزارع، المزارع العماني الذي يعد ايضا حلقه وركيزه اساسيه ضمن منظومه القطاع الزراعي الذي تسعى السلطنه جاهدا في تطويره، بما يتواكب يعني ايضا مع رؤيه عمان 2040 المتمثل ايضا في تحقيق نسب عاليه ومتقدمه في الامن الغذائي. اذا كنا معكم حوراء وسيف من احدى مزارع ولايه محضر، الشكر الجزيل للزملاء الذين او الزميلين الذين رافقوني في هذا البث، عبد العزيز الكعبي وعمر الخميساني، واعود اليكم بالصوت والصوره. نعم، شكرا لك زميل انور بن زاهر الغريبي، وايضا شكرا بالفعل لطاقم العمل الموجود معك في محافظه البريمي. نحن مشاهدينا الاحباء نتواصل معكم ايضا في قهوه الصباح، نروح ان شاء الله وين مباشره؟ الفقره القادمه ستكون مع قهوه تواصل مع الزميله اماني البلوشيه، وحديث هذه المره جميل حول التنمر.